بسم الله الرحمن الرحيم. الآن وصلنا مشتل الندى. كيف الأسعار يا أخوي عبد العزيز؟ الأسعار مناسبة بإذن الله تعالى، أقل أسعار تقريبا في المنطقة وفي متناول الجميع بإذن الله تعالى. طيب إيش عندك من الشتلات؟ والله في جميع الشتلات والمثمرة والزينة. أخ عبد العزيز إيش عندك من الشتلات؟ فيه الحمضيات بأنواعها، هنا مثمرة، فيها اللوزيات كذلك بجميع أنواعها، الخوخ، اللوز، المشمش، وفيها التين برضو بأنواعه موجود عندنا. هنا عندنا 4 أنواع تقريبا التين، العنب كذلك 4 أنواع. ما شاء الله تبارك. طيب يا أبو خالد الله يرزقك إن شاء الله. الموقع؟ الموقع المندق قرية بن عمار، تحت المعهد العلمي حق المندق بالضبط. الله يرزقك إن شاء الله.